أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم للمرة الثالثة عندنا النهاردة في بطولة انتل اريبيان كاب، كأس العرب المقدمة ليكم من انتل بالتعاون مع ليجن باي لينوفو والدعم الكامل من رايت جيمز. شفنا ماتشين النهارده والاروع، والماتش الثالث يا رب تكون ختامها مسك. الماتش الاول كان في الدوري الاردني ما بين بلاتينم اي سبورتس وفليمرز جيمنج. فليمرز جيمنج قدرت تخطف الوين في ماتش كلوز جدا. الماتش الثاني كان عندنا في الدوري التونسي ما بين سمبليستي جيمنج وبلاك نايتس اوف بيزرتين. طبعا ماتش زيه زي الماتش الاول برضو كان كلوز جدا، ما كانش وان سايدد، ما شفناش ستومب، شفنا ماتش بيور يعني ليج اوف ليجندز، حرفيا ليج اوف ليجندز اللي احنا بنحب نتفرج عليها. الماتش الثالث والاخير عندنا النهارده من الدوري البحريني ما بين اي سبورتس واي دونت نو، فريق اي دونت نو. تمام، ده الماتش الثالث شباب، ماتش مهم جدا 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 عندنا. سيريان اي سبورتس عندهم 7 وينز، خسروا مره واحده وعندهم 21 بوينت. هيلعب النهارده زي ما قلنا اي دونت نو، معاهم 6 وينز، خسروا مرتين وعندهم 18 بوينت. ايه بقى المشوق في الامر؟ ان سيريان اي سبورتس هم المركز الاول دلوقتي، بعدها على طول اجرانو اي سبورتس ب 21 بوينت، نفس الستيتس بتاعت سيريان اي سبورتس، والمركز الثالث اي دونت. ايه هيحصل كالاتي؟ لو سيريان اي سبورتس قدرت تخطف الوين فهي كده هتتصدر مجموعه البحرين ب 24 بوينتس. ولكن يحصل ايه لو المركز الثالث اي دونت نو ضرب المفاجاه وخطف الجيم؟ هنشوف تريبل تاي ما بين الثلاث فرق، سيريان اي سبورتس، اجرانو اي سبورتس، و اي دونت نو، وحرفيا هيبتدي بقى الاكشن من هنا. تخيل تريبل تاي في دوري مجموعات في بلد زي البحرين. طيب يا شباب، خليني كده يا شباب اتكلم معاكم ونبتدي بمورو. ايه توقعاتك وتعرف ايه عن اي دونت نو يا مورو؟ هو اي دونت نو الصراحه زي ما تقول كده الحصان الاسود، الدارك هورس في الدوري البحريني، فريق مش معروف عنه كتير، فريق يعتبر لسه جديد في السين الى حد ما، لكن مع ذلك زي ما انت قلت معهم 18 نقطه، فاداء لحد دلوقتي كويس جدا، اداء قوي، 6 انتصارات وهزيمتين، واحده من الهزيمتين دول كانت قدام سايرن اي سبورتس، الاثنين دول لعبوا بعض قبل كده واي دونت نو انهزموا. فالسؤال هنا، هل في الريماتش اي دونت نو مجهزين لنا مفاجاه تانيه؟ عشان المره اللي فاتت سايرن كان الفريق الاقوى، وعلى الورق تحس ان سايرن اقوى، فلازم لازم هنا فريق اسف بلخبط ما بينهم، فريق اي دونت نو، الاسم مش حلو قوي، فريق اي دي كي لازم يكون مجهز مفاجاه لسايرن، حاجه غير المتوقعه، حاجه بص يا مرو، هم ما عرفوش يسموا ايه حلاتي. يعني انا اسف بس مش عايز اعدي الحته دي كده، هم تقريبا اتخانقوا على الاسم، ما عرفوش يسموا ايه، وده طلع يقول لك انا عايز كذا وده انا عايز كذا، قالوا طب بقول لك ما سمي اي دونت نو خلاص، وهي مشيت كده متاكد تماما. اتفضل يا مرو. I don't know, I don't know. في كل الحالات I don't know، غالبا هنشوف منهم كاري توب لينر، حاجه زي 8 روكس، ممكن برضه نشوف الفولي بير عشان التوب لينر بتاعهم بيحب الاثنين بيكس دول جامد جدا، ويمكن نشوف ال 8 روكس بان برضه الناحيه الثانيه، بينما السبورت برضه بياخد بلاي ميكنج سبورت، حاجات زي نوتلس، حاجات زي بارد، شفناه بيلعب بليتس كرانك قبل كده. ففريق اي دونت نو ممكن يحاولوا يعملوا مفاجاه بالبارد بيك، عشان بارد من اقوى السبورتس في الميتا حاليا، ولما يعرف يروم كده جامد ويسنو بول لينز ثانيه يبقى مشكله كبيره جدا للجنجل بتاع سايرن اي سبورتس، مش هيعرف يوقف البارد رومز. فانا في رايي فريق اي دونت نو لو منهم العب حوالين السبورت بتاعي، العب حوالين البوت لين واحاول اسنو بول الجيم بدري قبل ما سايرن اي سبورتس يقدروا يرياكتوا على سنو بول. تمام جدا، شكرا ليك يا مورو. طيب سموس، كلمنا على سايرن اي سبورتس، هم دلوقتي يعتبروا التوب في المجموعه هم واجرانو اي سبورتس، هل ممكن نشوف مفاجاه من اي دونت نو ولا سيرين؟ عفوا سايرن، برضه بتلخبط في اسمهم، سايرن اي سبورتس هم اللي ممكن يكونوا مسيطرين شويه. سايرن اي سبورتس لحد الان هو المتصدر في البطوله البحرينيه ب7 انتصارات وهزيمه واحده، مجموع بوينتس 21، فاذا ربحوا هذه المباراه فيكونوا متقدمين على المركز الثاني اجرانو اي سبورتس ب9 نقاط، وعلى المركز الثالث اي دونت نو ب6 نقاط. الفريق هذا يعني معدل الرانك خلينا نقوله بلاتينيوم، يعني ليفل متقارب كذلك مع اي دونت نو، فما فيش فريق اللي هو مسيطر كليا في الاندفيدجوال سكيل. كان نعملوا نظرة صغيرة على الشامبيونز، فنجد الشامبيونز مثلا في البوتلين مثل إزريل يعني تقريبا نشوفوه في كل مباراة، اي دي كيري يعني مهم جدا، سيف بلايند بيك ويعني سكيل موجود، كذلك شوفوا مورت كايزر من اقوى التوب لينرز في الكومبيتيتيف جيم، كذلك جريفز واولف من يعني جنجلز قويين جدا. ف الى حد الان يعني حسب
المين تشامبس من فريق سايرين سبورتس، فهم يعني حاضرين باش يلعبوا يعني كومبيتيتيف جيم، وننتظروا يعني الدرافت هو اللي باش يكون عنده خلينا نقول قدره كبيره انه يعرفنا على ممكن الربح من المباراه. ولكن ما ننسى انه الدرافتنج يعاون صحيح بنسبه 70-80%، ولكن ال 20% مهمه جدا في وسط المباراه، يعني كيف تدور احداث المباراه. هي بتخلص جيمات كتير زي الجيم التونسي اللي لسه متفرجين عليه. اكزاكتلي. اذا تمام يا سموس بديت. اتفضل سموس كمل. لولو فيرست بيك يعني مستر احمد. انا متسائل جدا من لولو فيرست بيك ديت، ما لهاش اي معنى. ليه تاخد لولو فيرست بيك؟ مين هيكونتست لولو فيرست بيك؟ عندك حاجات زي فوليبير، زي اش، زي ازريل، في جونجل سيتي، في عندك فليكس بيكس ست يا سيدي، مليون اوبشن، ووكونج، بس تاخد لولو وزاك اتنين معلهمش اي بريشر، ما حدش شايف منك البيكس ديت، ما حدش بيفكر فيهم اصلا. لولو وزاك يعني الموضوع غريب شويه، لكن زي ما احنا دايما بنقول يا شباب، دايما بيكون في مايند جيمز كتير قوي في التشامبيون سيلكت بالذات. هو عايزنا يعني، هو التيم كوتش اللي بيختار لهم. وات ار يو سيريس مان؟ اللي بيحصل اوكي ده هو. انا تقلقت. فاكرين تيمو كده؟ فاكرين تيمو؟ تيمو بيك كان فضل اخر ثانيه وهي بيك تيمو. اوكي ايكو ريزونبل بيك يعني. طب ايه رايك يا مراد يعني في كات اي دي كي؟ شايفين فوليبير طبعا لحد دلوقتي يعني. بالظبط اي دي كي واخدين البيكس المتوقع منهم. فوليبير هو قوي جدا في الميتا، يمكن اعلى وين ريت جانجلر حاليا، ممكن يتفلكس يتلعب توب لين. السبورت اخذ نوتلس، واحنا قلنا هو بيحب البلاي ميكنج سبورتس، ونوتلس من المين شامبيون ستات، فهو مستريح عليها. الاي دي كاري ازريل هنا يعتبر اي دي كاري سيف، فاتوقع نشوف نوتلس دوت بيروم اكثر، مش هيركز على البوت لين، مش هيركز ان هو يجيب كلات على لولو، لا هو هيكون عايز يروم ويحاول يسنوبول اللينز الثانيه لفريق اي دي كي. فاتوقع نشوف منهم هنا كاري ميدلين او كاري توب، واحد من الاثنين رولز دينو من اي دي كي لازم يكون كاري تشامبيون يقدر يعمل الدامج، عشان للاسف ازريل بعد النيرس الكتير اللي اخذها، ولما يكون معاه نوتر السبورت مش هيعرف يعمل 1 في 5 كاري، بالذات ضد ايكو، ضد لولو، ضد زاك. لازم حد تاني مع اي دي كي يخش في وسط التيم، زي مثلا ايريليا، زي مثلا ميدلينر قوي، ممكن نقول كيانا، ممكن نقول سايلس، في اوبشنز كتير جدا هنا قدام اي دي كي. والبانز من سايل بتورينا ان هم يفكروا في نفس الكلام، مالزهار بان، ويمكن البان الاخير يبقى يا اما على التوب لين او ميد لين، يعني زي ما قلنا يا اما كاري تشامبيون، حاجه زي رينكتن، حاجه زي ريفن، حاجه زي اريليا، او ميد لين كاري. اما نشوف سايرن قدامهم 5 ثواني يعملوا اخر بان. اوه اخر بان كارما. سموس قول لي فاضل 2 بيكس ممكن نشوف ايه هنا وايه هناك. والله حقيقة تيم كومبوزيشن غريب شويتين بصراحة. أوريانا لازالت فري موجودة، يعني خاصة الكومبو أوريانا فوليبير قوي جدا، ولكن التشامبيونز خليني نقول غبين شوية من فريق اي دي كي حسب يعني اللاعبين. ولكن حقيقة عندي سؤال صغير، يعني مثلا عندك فيرست بيك لولو والجواب كان نوتلس، لماذا ما يكونش يعني اجريسيف اي دي سي في البوت لين عوض ازري اللي هو يعني سكيلينج في نفس الوقت؟ يعني اذا بتلعب اي دي سي سكيلينج، فاللي ضدك كذلك باش يكون سكيلينج ومعاه لولو، فممكن اذا يكون عندك اجريسيف بوت لينر مع نوتلس تكون احسن يعني من وجهه نظري. ولكن بيكلي ساندرا كذلك موجود، هاردين جيج كذلك كومب من فريق اي دي كي، ولكن هاردين جيج وات جارين جارين في التوب لين. انا حاسس ان هم بادئين سيرين اي سبورتس بادئين الموضوع بالعكس، بادئين البيكس بالعكس تقريبا. في حاجه غلط بتحصل، البيكس غريبه جدا عن سيرين يعني اي سبورتس صراحه، يعني خاصه من اي دي كي كذلك. نلعب هارد انجيج ضد البيلينج من لولو، ضد كرونو بريك من ايكو، وضد الالتيميت من تريستانا كديزنجيج، فغريب امر هذا الدرافت. كذلك جارين ما عندوش محل، يعني محله خاطئ 100% في هذه المباراة، يعني راح يصير له كايتينج سهل جدا من إزريل، وعليه سي سي كبير من ليساندرا وفوليبير والنوتيلوس وسيت، فمش ممكن جارين يكون تشامبيون وجميل يعني في المباراة هذه. فمش عارف شنية تخطيط فريق السايرين سبورتس، ولكن الشيء المتأكدين منه يا مستر أحمد وامورو إنه تريستانا عندها البيلينج اللازم من لولو، كذلك عندها فرانت لاين قوية جارين وزاك وإيكو. السؤال، هل فريق اي دي كي بمساعدة ليساندرا وفوليبير ونوتلس والسيت ممكن يتخلصوا من تريستانا في التيم فايتس، ولا ممكن نشوفوا صعوبة من جهتهم تريستانا هي اللي تعمل المباراة؟
طيب انا بصراحه انا بس عشان اعلق على بيك جارين وهرجع لك على طول يا مورو. احنا شفنا جارين امبارح لو فاكرين، اكيد سموس كان بيعلق وفاكر جارين قدام مورد كايزر وكانت النتيجه ماساويه. جارين شامبيون قوي جدا في السولو كيو، انما في الكومبتيتيف بلاي الوضع بيبقى صعب قوي 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 ان انت تكسكيوت جارين صح، او ان انت تتفيد او تعمل الدي بي اس بيلد. خلينا نقول مورو انت شايف كده برضو؟ شايف يعني مقتنع بالبيكس الغريبه اللي عند سيريان اي سبورتس بتؤيد سموس كمان في رايه؟ هي البيكس غريبه، البيكس غريبه 100%، وزي ما سموث قال هم سايرن اكدوا البيكس بالعكس، يعني خدوا الحاجات اللي ما عليهاش برايورتي وسابوا الحاجات اللي هي برايورتي في الاخر. فبتفكر اللي هو يمكن الجارن توبلين كان خايف من كاونتر بيك، وفي كل الحالات اتعمل له كاونتر بيك، او يمكن مش كاونتر بيك قوي، جارن ضد سات ممكن نقول عليها سكيل ماتش اب، جارن عنده سستين في اللين بسبب باسيف بتاعه، بينما سات ما عندوش سستين قوي زي جارن. ولكن ده ما يمنعش ان هي ماتش اب ممكن تروح كده ممكن تروح هناك على حسب الجانجلر اللي هيجانك الاول. وفولي بير اقوى من زاك في الايرلي جيم، فولي بير لو عمل 2 في 2 كاونتر جانك فولي بير هيكسبها 100%، فولي بير هيكسبها. فالبيكس من سايرن على الورق هي بيكس كويسه عشان هم عندهم تيم كومب كامل ومتكامل وعندهم عارفين كويس قوي هنبيل تريستانا، تريستانا كاري، ممكن لولو برضو تعمل سبيد اب لجارن ويبقى جارن هو الفرونت لاين كاري البيفي لما بيموتش، بالذات ان اي دي كي الدامج اوتبوت بتاعهم قليل. مشكله لساندرا ان هي يوتيليتي كتير، سلوز وسنيرز والتيميت وستان، ولكن الدامج بتاعها قليل. ازريل شبيه شويه، لو ما جابش بليد اوف ذا روين كينج مش هعرف يقتل جارن. ازريل هيقدر يبو وي كايت اوكي يو كان كايت فور ايفر، لكن ما دام مش هديت الجارن هتعمل ايه؟ الدامج ديلر بتاع اي دي كي في هذه الحاله هو سيت، ولو سيت بيهايند يبقى اي دي كي في مشكله عويصه. فالبيكس بتاعت سايرن اكشلي يعني ليها معنى وعندهم منطق وانا عجباني الفكره بتاعتهم. السؤال هنا التنفيذ، هل زاك هيعرف يستحمل الايرلي جيم القوي بتاع فولي بير؟ هل هيعرفوا ينفذوا الفايت صح ويعملوا كايتنج لتريستانا؟ عشان غلطه واحده من تريستانا او غلطه واحده من لولو وصاينا نخسروا الفايت، لازم يلعبوا التيم فايت بطريقه مثاليه. فعلا يا مورو كلامك صح جدا، لكن يمكن الجمهور متاثرين شويه ويمكن كمان سموس متاثرين شويه بزاك وجارن بتوع امبارح، ولكن سايرن اي سبورتس معروفين ان هم فريق قوي جدا، ما بيعملوش حاجه او ما بياخدوش قرار الا لما بيكونوا واثقين فيه. وما ننساش ان الشباب دول الاول على مجموعتهم هم طبعا واجرانو اي سبورتس، فهم عارفين هم بيعملوا ايه كويس. البيكات شكلها غريب شويه لكن اف ات وركس ات وركس. خلاص الناحيه الثانيه شايفين بيكات في الميتا، شايفين بيكات متوازنه شويتين ثلاثه، ولكن خلصنا التوقعات للتشامبيون سيلكت. نيجي دلوقتي واسالك يا سموس، اسالك يا مورو، ولكن هنسال سموس الاول، متوقع مين اللي يخطف الوين؟ انا من رايي فريق اي دي كي، فريق اي دي كي هو اللي راح يخطف الوين. ممكن نقول كلمه يعني مثلا جمله قول جملة. إذا أنا كنت كوتش فريق ADK ونلعب بدبل تي بي، فأنا من رأيي الفوكس الكل يكون على الدايف تريستانا لولو. أنا من رأيي هذه الخطة تعمل early dives على تريستانا لولو، صح جدا، خليهم behind في المباراة وتعمل snowball، يعني it's as simple as this. صح جدا، أنا كمان معك يا سموس، فعلا فعلا لو قدروا يخرجوا ببوتلين الموضوع يبقى أسهل لهم بكتير. طب مورو متوقع مين اللي يقدر يخطف الوين؟ وبعد كده أنا في الآخر هقول. انا بقى مش معاكم عشان اي دي كي معاهم دايف كومب. اي دي كي عندهم دايف كومب، ولكن ناحية تانية سايرن عندهم ديسنجيج كومب اللي هو الكاونتر الاول للدايف كومب. لولو ديسنجيج، زاك ديسنجيج، وترستانا تقدر تنط الورا والاطم بتاعها برضو ديسنجيج. فانا في رأيي سايرن عندهم الافضلية والسايرن هم اللي هيفوزوا. اوكي بقى كده سموس مع اي دي كي ومورو مع سايرن، وانا مع سايرن بصراحه لان انا بحب التيم كومب الغريبه دي، شوفها بتنجح ما بيني وما بينكم. المهم يا جماعه الخير، الجيم دلوقتي جاهز ما بين سايرن اي سبورتس واي دونت نو في الدوري البحريني. هنروح دلوقتي للكاسترز، رايزو في البلاي باي بلاي وجليف في الكالر كاستنج. يلا يا شباب متعونا بالجيم الثالث والاخير عندنا النهارده. شكرا جزيلا يا احمد، وشكرا للاستديو التحليلي، والسلام عليكم للمره الثالثه في هذا النهار المبارك. معكم رايزو في البلاي باي بلاي كاستنج، واليوم مع الاستاذ جليف في الكولر كاستنج. جليف، ما رايك في الكومبس؟ انا صراحه عندنا فريقين ممتازين، ما رايك؟
حبيبي وير باك. صراحه اوبنوكشس بيكس من هاد الفريقين، شفنا بزاف ديال كومفورت بيكس معاود من ميتا بيكس. صراحه كاين سيكيور نتاع فوليبير صالح فريق اي دونت نو، وعندنا ستات في طوبيني صراحه بيك تانكس بيك دامج وبيج سي سي من طرف هاد جوج ديال الشامبيونز. عندنا جهه اخرى كان فيرست بيكس نتاع زاك نتاع لولو، اللي هما صراحه ماشي بيكس لي كونتيستد بزاف في هاد الباتش، ولكن هما كنحسوا بهم بحال كونفورت بيك نتاعهم يعني زاك لولو. شفنا تريسانا اللي كتسينرجي صراحه مزيان مع لولو وبيكسي. عندنا ايكو اللي ما بقيناش كنشوفوه بزاف في الميدلين صراحه، كنشوفوه ماتش مور في الجنكل هاد اليامات هادو. وجهه اخرى عندنا ليساندرا، ليساندرا اللي شحال هادي شحال هادي ما شفناهاش في صراحه في شي فشي جيمز. ليساندرا اللي كانت ريلي بوبولار في الافتر شوك ميتا مع غاليو، ما بقيناش كنشوفوها بزاف. وعندنا غارن في الفايت اوف ذا تايتنز توبين ما بين غارن والسات اللي عندهم تقريبا نفس الباسيف، عندهم بزاف نتاع الدامج. غارن اللي معاه انشنت سبور اللي هو لولو في التيم فايت، نقدروا نشوفوا بيك بيك غارن يعني غارن موست اوف ذا تايم هاد الميتا كيشريو ترينيتي فورس فانتوم دانسر ديد دانس. وانت ريزورك عارف مع يومي غارن كيكون اولموست ان كيلوبل. ولكن نشوفوا صراحه هذه الجيم هذه كما قال مورو، الفريق احمر عنده دايف كومب، وجهه اخرى بلو تيم عندهم ديزني جيج كومب. الا تريستانو غارين بقاو اي شيء كيديروا دامج وايكو يقدر يدخل على ازريل، نقدروا نشوفوا صراحه وين الفريق ازرق. ولكن كيف العاده نشوفوا الاكزيكيشن ديال الفريقين بجوج. سموت كنفضلوا ان احسن حاجه يقدروا يديروها في هذا الجيم هما يعملوا دايفز على لولو تريستانو باش يحطوهم بيهايند. صراحه فكره جميله، اللي عندهم نوتشيلوس عندهم فوليبر عندهم ليساندرا يقدروا يعملوا لوجال التاور اجرو، يعملوا وان دايف اور تو في البوت لين، يحطوا ازريل هاد ازريل اللي كيسكيلي ريلي اللي هو الميد ليت جيم، ويقدروا يسكيرو الوين بازريل دي بي اسين وفوليبير وسيت دايفين انتو ذا باك لاين. هو صراحة الفريق الأزرق عنده يعني فرونت لاين ممتازة بالغارن وبزاكس بتانكينس ممتازة من الفوق، هناك لولو من الوراء للبيل والألتيميت نتاعه، يعني نعرف أنه يكون عنده شيئا ما تأثير كبير في تيم فايت. ومن جهة أخرى عندنا فرونت لاين أكبر بنوتيلوس بفوليبير وبالسات، يعني يقدر تكون هنايا تعطيل توريت ودايف كومب يعني كبيرة جدا من الفريق الأحمر. عندنا فوليبير تعطيل توريت بالألتيميت، عندنا سات بسوبلكس ودامجز ودبليو ريتمبوليزيشن بالتانكينس. من الفوق عندنا نوتيلوس اللي اخذ الايتمز التانكي انوف يقدر يدايفي بكل سهوله. يعني عايزين نشوف هنا نشوف اول يعني جانجلر يبدا بالبلوباف في هذا اليوم. عندنا زاك في الجهه الزرقاء يبدا بالبلوباف، ومن الجهه الاخرى فوليبير يبدا هو كمان بالريد باف، يعني ربما نشوف فايت على سكوت الكراف في البوت سايد نتاع الخريطه، ام نشوف دايف على البوتين في الاولي جيم. رايك اغليف؟ صراحه هنا زاك اللي يبدا بلو سايد هو وير شنو ما انا فوليبر هنا يحاول يعمل جانك توب سايد، الشيء اللي هو انترستينغ صراحه. صعب انك تعمل جانك على غارين، نشوفوا باك من عند فوليبر صراحه ريلي باد باتين هنا من طرف لاعب ادم. كان ممكن يدير باف، كان ممكن يدير وريس نتاعو مشي بعد بوت لين يدير فول كير بلو سايد، يعني خمسه الكامبس في الجانجل بعد يعمل كونتيست لسكات الكراب. زاك من جهه اخرى هنا كيدير توب سايد نتاعو كامله، غادي يهبط بوت سايد ياخذ هو 5 كامبس، يعني خدا بلو ياخذ غرامب ياخذ دبل وولز ياخذ وريس ريد باف ياخذ سكاتل، ومن موراه يشوف اوبورتونيتي للجانك في البوت لين على نوتشيلوس ازريل. الا ما سقاش اوبورتونيتي يقدر يهبط بوت ياخذ كراكس نتاعو يعمل ريزات يمشي توب سايد يعمل بريشر على سيت اللي شفنا في الميني ماب سيت، يعمل بوش على غارين يقدر يكون بيك اوبورتونيتي. كاين دامج من عند غارين، كاين سي سي من عند زاك يقدروا يكون ايزي كيل على السيت هذا. وهنا بوت جانكرز في البوت سايد يقدروا يشوفوا تريفيس في البوت لين ريلي سخون. في الميد لين صراحه صعب على ايكو انه ياخذ كيل على ليساندرا، يعني ايكو يعمل انجاج باي ليساندرا دير دبليو دير بروك افتر شوك دير كيو سم اوتو اتاكس وتعمل ديزنجيج. وهنايا فاينالي نشوفوا الشامبيونز يقدوا الروز نتاعهم، اللي انا شفت سم بيبل في الشات كان عندهم او سي دي بروبلمز. هنا نشوفوا جانكس ميبي في البوت لين تريفيسري ولا فايت على سكات الكرابريزو. صراحة نشوف هنا زاكي تقدم على سكوت الكراب في البوت سايد، ولكن فوليبير في التريباش نشوف هنا أول جانك في هذه المباراة، وفوليبير تقدم في جلوس راهوك من طرف نوتيلوس يا سلام، وبيج بيرث اوف دامجز على الأستاذة لولو اللي تموت مباشرة والفيرست بلود ياخذوا إزريل، وهذا فيرست بلود ممتاز لأنه إزريل ليد جيم تشامبي سكيلي بطريقة ممتازة جدا. إذا أعطينا الأدفانتج في الأرلي جيم ممكن يكون مشكل، ومشكل كبير للفريق الأزرق. هنايا نشوف كيف تكون الجواب للفريق الأزرق على هذا الجانك جيجي والبيد لفوليبير. صراحة عايز جانك هنا فوليبير زاك اللي مشى خدها سكات الكراب، هنا نقدروا نشوفوا زاك يعمل الرش للتوب سايد، ولكن لا فوليبير يوصل هو الاول ياخذ سكات الكراب، يعني بوت جانكرز ياخذوا سكات الكراب، ولكن فوليبير خدها جانك في البوت لين يكون فعال وازريل ياخذ فيرست بلود، وهنا
سمح لي سمح لي صراحه تيستانا لولو بوتلين اللي عندها بيج كيل بريشر، وانا نشوف رو ميبي من زاك وايكو باش يحاولوا يعملوا كونتيست لسكات الكراب. انا كونتيست صراحه يتخدم انا فولي بير في التوب لين يهرب، انا صراحه ما عندوش الامكانيه انه يعمل كونتيست، كان عنده برايو زاك في الميد لين وبرايو في التوب لين، يعني مش ممكن على فولي بير انه يعمل كونتيست خداس كات الكراب. نشوف ميني ماب الناس كات الكراب تخدم من طرف فولي بير سمايت. يس 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 عندك معك الحق اخي كلي، في السكات الكراب ديال توب سايد ياخذوا فولي بير ادم بي تي مباشره في الدقيقه 4، يعني سكات الكراب لكل جانجلر يعني ستيل بالانس، ولكن 24 سي اس من طرف العين فقط من طرف الفوليبير، يعني ادفانتج صغير جدا مش عنده اهميه كبيره، ولكن ربما تشوف منه سنوبول على هذا الجانكلر. في الميد لين ايكو مازال يسوي دامج على ليساندرا، كما كنت كتقول صعب على ايكو انه يسوي كيل على ليساندرا خاصه بالافتر شوك نتاعها والتانكينس، ولكن هناك جانك من طرف زاك في البوت لين جا اليسرى يتقدم هنايا نوك اوب، ربما دوبل نوك اوب على اثنان كيو اكزوست على يزر الفلاش اوت، ولكن هنايا دامج كبير من طرف تيستانا تي بي يتسوى من طرف ليساندرا للمساعده هذه البوت لين. ايكو كان يسوي روم ولكن يسوي لحد تي بي لن يكون له فائدة كبيرة، ويرجع البطلين الفريق الأزرق للفارم سيفلي تحت التورت لي صراحة من طرف الفريق الأحمر ومن طرف الفريق الأزرق، محاولة ممتازة من طرف زاك والسامنرز اللي لم يعودوا على إزريل صراحة. نايس جانك من زاك انه يعمل فورس الفلاش والهيل وبيك دامج من طرف السيت ليفل 5 البوت توب لينرز سيم فارم تقريبا. نقارن خصو يعمل يطبق عنده تيليبورت ما كاينش مشكل. ايكو هنا خاصو ياخذ ليفل 6 نتاعو ويبقى يبدا يعمل رومز في البوت لين، رومز في التوب لين يعاون جاري نتاعو. بوت لين عارفين ان ازري ما عندوش سامنرز، يعني خاصهم يعملوا بيج بيج فوكس على البوت لين هذه. كاين انفيرنال دريك تنين النار هو الاول اللي غادي يسبون، يعني كما تقول السكيلين ماشي بزاف، ولكن داك الدامج زايد ديما مزيان، وغنشوفوا ان تيم غتقدر دير الكونتيست نتاع هاد الدريك هذا. نعم نشوفوا اول تيم اللي تاخذ هذا التين، هذا التين النار اللي يعطي اذكر المشاهدين 4% بونس من الاي بي والاي دي للفريق اللي ياخذوه. يعني صراحه تنين يكون ممتاز للفريقين بجوج، مش هو احسن تنين لبدايه المباراه خاصه لا يساعد كثير في الاورلي جيم، ولكن كما كتقول يا جليف هو تنين يسوي سكيلين كبير في الليد جيم، يعطي دماج مرتفع خاصه لهذا الكومبس. هادو عندنا ليساندرا وازريل من جهه، وعندنا ايكو وتريستانا من الجهه الاخرى، يكون دمج حاضر. نشوف هنا اي جانجلر في ما بين فوليبير وزاك يحاولوا هنا يسكروا هذا التنين الاول. حاليا كيبان بانه كاين احترام كبير ما بين الفريقين، ليس هناك اغريسيفيتي كثيره، دقيقه 6 فقط كيل واحد، ولكن هناك ادفانتج صغير من الفريق الاحمر في الجولد هنايا 600 جولد ادفانتج، هو مش كبير كمان ولكن ممكن يوقع اي شيء في اي تيم فايت الموالي. هو انا نعطيك سؤال الاستاذ جليف، هو الماتش في التوب لين يعني صراحه كما كنت كتقول الباسيف ما بين جارين والسيت شبه مثالي، ولكن من تظن انه عليه الفوز بهذه الماتشاب هذا 1v1 خاصه؟ 1v1 اظن ان الماتشاب بالانسد صراحه، ما كاينش ادفانتج، ولكن ليت جيم نعطيه للست عنده بيج دامج. نشوفوا بلو تيم تحاول تعمل سنيك انفيرنال دريك باش نقدروا نشوفوا ستيل من طرف لاعب فوليبير لا يسوي الستيل لايت فلاش اوت باسيف من طرف زاك، ويتخدم يستطر من جلوس راه والتيميت وبيج بيرث اوف دامج من طرف ايكو يحاول هنا يعيش داش اوت، ولكن مش هناك فلاش وداش اوت مش محله، ياخذوا البلو تيم التنين الاول، ولكن ايكو فضيه صعبه وايكو سيموت. ادم بي تي ياخذ الكيل فلاش اوت من طرف النوتيلوس من الجهه اليمنى، يعني كان هو في الفرونت في الباك لاين يحاول يعمل زون على الفريق الازرق. جي جي والبليد ايكو اللي صراحه تسرع شويه في الاي، وكان ربما ينتظر يوصل لجهه الحائط قبل استعمال الاي نتاعو، ليس هناك فلاش سيموت ايكو فيرست بلود لصالح الفوليبير، يعني اول كيل له في هذه المباراه. وتنين يذهب الى الفريق الازرق جي والبليد، وكيف توب لين سوبر من طرف سات 1 في 1 ينطلق، ولكن العداله الديماسيه هنايا ديماسيان جوستيس الالتيميت نتاع جارين يسوي دماج مرتفع ويربح ال 1 في 1 سولو كيل في التوب لين من طرف جارين. جي جي والبليد الفريق الازرق بيج دامج عند جارين، نشوفوا جايزر ترشو الباراج اللي يسوي في الكريبس صراحه. هذا هو المشكل ضد جارين، يعني سايلنس وعلى لك ار هنايا ما كاينش الوقت السيت اللي عمل هاي ميكر هو دبليو تاع باش ياخذ الشيلد ويعمل تانكينس الكيل يمشي لجارين 1-0. جارين اللي يمشي ياخذ انترستين فورس ايتم اللي هو ستينجر اتاك سبيد وكول داون بلس، صراحه كنت ناخذ فيج يعني اتش بي واي دي وناخذ موفمنت سبيد باش ندير دامج، هذا هو اختيار نتاعو، خذها فول اتاك سبيد يعني بالبرزاكر جريفز وبستينجر هنا يعطي فرصه للست يقدر يربح ضد التريدز. وهنا بوت ميد لينرز اللي كيبقاو في الميد وخاصهم الصراحه يسوي رومز، يعني ايكو يقدر يدير رومز مزيان بالدبليو نتاعو يعمل ستانز، ليساندرا عندها بوينت كليك ستان في الاير نتاع ريلي ريلي نايس، ونشيروا ان حتى واحد في التيم بجوج ما عندهم كلينز ولا كيو اس اس حتى الان كيقدروا يكونوا جانكس فعالين جدا جدا. وهنايا في الميد لين نشوفوا هيفي بوش والبوتل وجانجلرز بجوج هنا في التوب لين، نقدروا نشوفوا 2v2 توب سايد.
ربما نتوبي تو اللي يعطينا الفرصه انه يمشوا للهيرالد. غنشوف على المقاربه ان السات يتقدم عليه زاك من جهه اليمنى 1 في 2 حاليا ويتقدم عليه نوك اب بيك دامجز والسات يسوي دبليو ربما التمبريزيشن بما يوصل فوليبير، ولكن فوليبير يشوف انه الامر صعب جدا ويسوي هنا ريكول. لا غارين يتقدم كيو دا سايلنس وبيك دامجز وغارين ياخذ الكيل الثاني نتاعو في هذه المباراه. وربما نشوف هنا هيرالد بالبرايو في الميدلين وبرايو في التوب لين من طرف الفريق سيرين فريق الازرق اللي يسوي هنا ايرلي جيم ممتاز جدا. هنا كما كنا نقول جليف هناك ضايف كومب يعني ممتازه جدا من طرف الفريق الاحمر وما شفنا اني جانك في هذه المباراه هذه. لا باقي ما شفناش هناك اي دايف، باقي ما شفناش دايف بوت، وما باقي ما شفناش صراحه اي بلاي من طرف الفريق الاحمر. اني مشى اليوم انفرنال دريك اللي كان فردك هنا نايس بوش من طرف ايكو. ايكو ساندرا صراحه تسع ايفن، ولكن عندنا واحد الفرق توب سايد تو كيلز على جارن. عندنا دابا الهيرالد اللي غادي يدار، وفي الفريق الاحمر عندهم عندنا الادفانتج في البوت سايد. هنا كاين واحد خمسة سي اس الفرق ما بين ازريل وتريستانو. كاين مانا ميون اللي درجة ثلاثة على ازريل، ولكن ازريل بيتر سكيلين من تريستانو. هنايا نشوفوا مين بيفولبير يحاول يدير دايف في البوت سايد. ما كاينش تيليبورت من طرف السات، ولكن كاين تيليبورت من طرف غار. يعني هنا خصهم يحداو راسهم جدا جدا من الكاونتر جانك في البوت سايد، وخصها تكون اكزيكيوشن اولموست بيرفكت باش يقدروا يديروا داك الدايف في البوت لاين. نعم انا صراحه دبل تي بي من طرف الفريق الاحمر، ومش هناك اي دايف على البوت لين. تريستانا اللي تسوي سكيلينج ممتاز جدا يقدر يكون مشكل صراحه على الفريق الاحمر في الليد جيم. نشوف هنايا واش لولو تريستانا يقدروا يسوي الدمج المرتفع والسيرفابيليتي الذي التيم فايت حاليا هناك كل واحد فقط على اللولو بعد الجانك من طرف البوليبير. غنشوف هنا واش يكون اكثر. لما بوليبير يبان لي يمشي البوت سايد ويحاول هنا يسوي جانك، ولكن كانت هناك بينك وارد، كانت هناك فيجن من طرف بوت لين فريق سيرن، ولن يستطيع هنا بوليبير ان يسوي اي شيء. ولكن في توب لين ما زال هناك تريد ما بين غارين وهذا السيت 1 في 1 ليفل 8 ليفل 9 يتخدم غارين سايلنس. ربما هنا كنشوف العدلات الدماسيه، ربما الدمج لازم سيكون لا لن يكون لنا دايف فلاشين من طرف غارين سوبلكس من طرف السيت وسيت فوضية صعبة، والعدالة الدماسية ديماسيان جوستيس اولتيميت من طرف غارين. ديماسيا ياخذ الكيل مباراة الكيل الثالث نتاعو في هذه المباراة، وغارين يعني يكبر ويكبر شيئا ما في هذه المباراة. ثلاث كيلات في الدقيقة 11 فقط يا اخي غريف. يعني صراحة صعب هذا غارين دابا انستوبابل كيلين سبري غارين، ونسيت صعب عليه جدا انه يدير اي شيء. نقدروا نشوفوا تشيري في 2 ازريل موتيلوس ونزاك اي، ولكن زاك نايس تراي من طرف زاك. هنا فلاشات من طرف ازريل. اوكي دونك هنا سامنر يذهب من طرف ازريل، يعني يسوى بيرن لسامنر ممتاز ومهم جدا في هذا الاي دي سي. عليه العودة انا اظن الى هذه البوتلين بعد قليل عندما لن يكون هناك فوليبير اللي يتلبس جهه البوتلين يحاول هنا يعاون البوتلين تاعو، وخاصه هناك تنين الموالي، التنين الموالي الذي سوف يظهر عن مقاريب من سيستطيع ان يسوي كنترول على هذا الفيجن في تلك المنطقه من الخريطه. صراحه هنا كاين زاك كاين فوليبير، هنا نقدروا نشوفوا تريفيتري، كنشوفوا ريكول من طرف ازريل ونوتشيلوس، ولكن هنايا البلو تيم عندهم فيجن وعرفوا ان ازريل ونوتشيلوس يعملوا باك وخلي يكون ايزي دريك لصالح الفريق الازرق. الايكو ما عندوش بزاف ديال المانا، كاين دبل تيليبورت، كاين تيليبورت من عند ليساندرا سوري، ولكن التيليبورت من عند غارين اللي يقدر يجي يعاون التيم ديالو في هذا الدريك. هذا غادي يكون انجيج هنا من طرف الزاك، ولكن التيميت اوت من طرف الادم بي تي، وهنا تكون برايو كامله للفريق الازرق على هذا التنين. التنين الاول التنين الثاني في هذه المباراه اللي هو تنين الغيوم الكلاود دريك اللي يسوي 10% كول داون على الالتيميت. نشوف هنا واش يكون ستيل موجود من طرف ليساندرا من طرف فوليبير. هنا يبدا الفريق الازرق هذا التنين ميد لايف، هذا التنين هل سيستطيع هنا فوليبير الدخول ام لا في هذا البيت؟ ليساندرا تقدم من الجهه اليسرى، ربما نشوف هنا ستيل ليساندرا لا بلو تيم اصلين ذا دراجون. هنا نشوف تي بي من طرف غارين مباشره، وربما نشوف تيم فايت زاك يسوي انجيج على ليساندرا فاضي سبع فلاشات طرف ليساندرا ultimate temporization اوف 5 في 2 في هذه الفوت لاين هذه. ليساندرا ستموت، نوبين هير ياخذ الكيل، ومن الجهه الاخرى غارين بيدي ماسم جوستيس الالتيميت ياخذ الكيل الرابع له في هذه المباراه. جي جي والبيد للفريق الازرق فريق سايرن ليسوي كنترول كبير في هذه الخريطه في الايرلي جيم دقيقه 13 فقط تنينين خمس كيلات وفرق كبير في الجولد حاليا. صراحه جدا كنشوفوا شويه الفرق الفريق الاحمر، كنشوفوا الريبلاي في هذا الدريك هذا. صراحه ما كانوش متاكدين شنو بغاو يديروا الفريق الاحمر، واش بغاو يعملوا كونتيست واش ما بغاوش يعملوا كونتيست. يعني نشوفوا الفايت من مورا من دريك ليساندرا يعمل على انجيج قلت انت صراحه نايس كومبو من طرف ادريل او نوتشيلس، ولكن ما كانت قد كان دامج ناقص من فريق احمر انه ياخذ تو كيلز. فريق ازرق واحد تريستانو واحد لاكار، تريستانو تاخذ الكيل تاعها الاول وراها بهاند 20 السي اس والهيرا اللي تخاف في التوب لين وفيرست تاور لصالح الفريق الازرق وفلاش اوت للاعب سيت.
ولكن هنا يتقدم هنا ايكو على هاد فوليبير 1 في 1، ربما نشوف ايكو يسوي دمج مصطفى الباسيف لن يتسوى هنا، لين يكون هناك موف سبيد من طرف ايكو اللي يتابع هاد الفوليبير هذا اللي يستطيع هنا الهروب من هذا الايكو. نشوف هنا واش يقدروا يسويوا اكثر الفريق سايرن اللي لحد الان يعني هما ممتازين في هذا الجيم. نشوفوا هنا فرق في السي اس في التوب لين ما بين غارين و 600 او السي اس لمنون فقط في الميد لين، تعادل تام، ولكن في البوت لين هناك ادفانتج للازريل، وهذا اظن انا هو الوين كونديشن للفريق الاحمر. هنايا هو الوين كونديشن لهذا الفريق، عليهم يعني يلعبوا اراوند هذا الازريل ليسوي هنا بوك لازم بالكيوز ورا كيوز. ونشوف هنا ربما واش يقدروا يسويوها هنا الفريق الأحمر احمر ام لا. يا صديقي كيف ما رايك انت، ما هي الوين كونديشن للفريق الاحمر؟ فريق احمر هنا خصهم يحاولوا يرجعوا سيت في الجيم، يعني هنا غارين ازريل هيوج قرنجي الايتمز من بين غارين وسيت كاين الفرق ديال شي نايس تان طرف نايس سيت تقدم الاد ايكو على الساندرا 1 في 1 يسوي دمج مرتفع. هنا ربما نشوفوا دايف ولتيميت من طرف الساندرا كومبوزيشن يستخدم هنا فوليبير من الجهه اليمنى ليساعد الميد لانر نتاعو، هو يكونش هنا كيل لسوء الحظ جي جي من طرف ايكو دو يعني بروبس ليه يعمل السيستم ولا في الاحلام يكنسل الاي نتاع لساندرا وياخذ البرايو في هذا الميد لين. لساندرا سوبر لو عليها ريكول ام اللعب سوبر سيف تحت التورت، يعني هنا كما كنا كنقولوا الويني كونديشن هي الازر اللي يكمل الفارم نتاعو ويكمل السكيل نتاعو، ولكن السات خاص يكون خاص شي طريقه الفريق الاحمر يرجع للسات في الجيم، لان كار هنا اللي قرنت الايتمز بيرزكر جريفز وترانيتي فورس وسيد يلا عنده كوتلاس يعني الاول تاع بيدر دروكي هو ايكو يحاول دايف ربما ولكن... دايف ربما دايف ليس هناك التيميت من طرف ايكو، هناك فلاش صراحه ولكن ليست هناك تريفيتري بوت لين تريفيتري بوت لين ربما نايل هوك من طرف نوتيليوس. يا سلام عليكم من طرف لوني التمبريزيشن من طرف نوتيليوس، ولكن تقدم على فوليبير وتعطي الثلاث تي بي من طرف الفريق الاحمر يتقدم على سات، ولكن كانسل من غارين في التوب لين يلقى هنايا تريفيتري في التوب لين سوبلكس من طرف سات 1 في 1 ينطلق وهنا يتقدم غارين ديماسيا مره اخرى 5-0-1 بالغارين نتاعو، والكيل الوحيد اللي يكون في هذا الموف هو الكيل سولو في التوب لين من طرف غارين على السات، ياخذ يعني ادفانتج كبير غارين ياخذ بريشر كبيره في الخريطه ويسوي كانسل للتي بي من طرف سات. جي جي والباد مره له بيج باد اللي يقوم بعمل ممتاز في هذه المباراه يا اخي كليف، يعني صراحه انا السيت اللي مشاه وعمل ساكريفايس من اجل الفريق ديالو كان في الاخر انه يموتو غارين 5-0-1 غار اللي غادي يمشي هيوج جوج. هنا ما كنتفقش مع الايتم بيلز نتاع السيت اللي ما غيكملش بيدو فوركينغ نتاعو، بغى ياخذ اتش بي خدا فيج غادي يتعطل بزاف غادي ديلي سبايك نتاعو، يعني هنا السيت از اوت اوف ذا جيم بعد فورناو في الدقيقه 16 ما يمكنش انه يعمل 1 في 1 مع الغارين. غارين هنا اللي خاصو يبقاش في توب لين ويحاول يعمل ترانزيشن اللي نتاعو لتريستانا الايكو يعطيهم الادفانتج باش يقدروا يعملوا كلوز للجيم. يعني الفريق الاحمر عنده ليساندرا عنده ازريل وعنده فوليبير، يعني الشامبيونز هما سترونغ عندهم سي سي عندهم دامج وازريل كما قلنا ريلي ريلي نايس كلين. هنا ازريل غيضطر انه ياخذ ايسبورن جونتلت يعني باش يعمل سلو الغارين يعمل سلو الايكو باش انجيج نفس الحاجه لتريستانا اللي بالمساعده نتاع تهلول وغادي تعمل جامب ان وتحاول دير ماكسيموم دامج باش تاخذ ريزيت باش يا اما دير جامب اوت ولا دير جامب ان. هنا نشوفوا ايكو اللي باقي تيلعب بريدر اغريسيف تم ديميت مش هنا اللي ساندرس بروكي افتر شوك ودير شويه دامج على ايكو. وعندنا السول نتاع الجيم غيكون ديك المحيطات ديك المحيطات في الجيم هو التنين المحيطات هو اللي يكون فيه الروح في هذه المباراه. نذكر المشاهدين انه التنين المحيطات يعطينا 2.5% ريجن للمانا والاتش بي كل 5 ثواني، وهذا مع كل تنين ناخذه. يعني هنايا صراحه هناك فرصه للفريق الازرق فريق صارن ان ياخذوا تنينين من هذا النوع ام 4 من الفريق الاحمر اذا استطاعوا ان ياخذوا هذا التنين هذا شيء. هنا نشوف غيبان واش غنقول هنا كان تيست من طرف الفريقين ام لا. في التوب لين هناك الهيرالد رقم 2 الذي تسوى من طرف الفريق الازرق لا الاحمر هنا ريتيم ياخذ هنا فوليبير بسمايت هذا الهيرالد ويتقدم هنا على غارين في وضع صعب 1 في 2 غارين يتقدم باك. هنا ايكو ربما تشوف يتري في الميد لين يتقدم على ليساندرا ربما نشوفوا التيميت بادرينغو يسوي فلاش اوت داش اوت من طرف الايكو هو كمان ولن يكون هناك كيل، ولكن ستيل للهيرالد من طرف الفوليبير نايس بلاي له مازال له سمايت مازال له يعني الفرصه انه يسوي ويستيل على هذا التنين الذي سيتم فعله من الجهة الأخرى من طرف الزاك. يعني يشوف أنه إيكو يسوي يعني فايت مع غارين ضد هذا الفوليبير فيذهبون البوتلين للفريق الأزرق سايرن على هذا التنين مباشرة تنين ثالث لهم في هذه المباراة. انجيج من طرف الزاك أنا ربما على هذا النوتيليس فضع سبع فلاشات من طرف نوتيليس التيميت من طرف الزاك ولكن يعني بعيد جدا شيئا ما هي تقدم تريستانا وينود تيم فايت يعني تقدم إسرائيل
سيبي من طرف اليساندرا. اليساندرا ربما نشوف هنا سيسي كبير من طرف عمله زاك انجيج مره اخرى ويتقدم مباشره 1 في 4 في الباك لاين، يسوي دمج كبير عليه زاك سبريس من طرف تاع الباك لاين، هو كمان يتقدم هنا لوسات غارين في الباك لاين، ازر ياخذ الكيل الاول ونشوف هنا ربما اكثر تيرسانا فلاشين على هذا السيت سيت ربما يسوي هنا المعجزه، لا لن يكون هناك ممكن ازر 1 اتش بي تخدم غارين، ربما نشوف الدايف زونيا من طرف اليساندرا ليتمبوليزيشن غارين فضيه صعبه 1 في 3 في الباك لاين، ولكن ديماسيا جاستيس وياخذ الكيل ولكن فولي بيري ياتي بالالتيميت ويتقدم مباشره زاك، هناك لولو هناك زاك هناك ثلاث افراد من الفريق الاحمر، هنشوف اكثر تيم طرف فوليبيرس دبل كيل من طرف ادم بي تي تخدم تريستانا وتاخذ الكيل على ازريل، هل نشوف اكثر ام لا؟ 2 في 2 حاليا، ولكن ديزنجيج من طرف زاك ديزنجيج من طرف تريستانا، يا سلام على تيم فايت يا اخي جليفوني ادفانتج صراحه للفريق الاحمر، انا اقول فريق احمر صراحه كيوتيك تيم فايت اللي من طرف الفريقين اللي كانت باك اند فورد شي كيدير كيشي ما كيديش الكيل اجنايتس باك اند فورد فلاشز، يعني نشوفوا لها الريفت هيرات اللي تحط لصالح الفريق الاحمر ياخذوا فيرست تاور في الميد لين، وهنا غادي يكون السول بوينت الفريق الازرق في الدقيقه 23، يعني السول بوينت ريلي في ان ذا جيم اوشن دريك اللي غيعاون بزاف تريستانا وزاك وغارين بالاخص غارين اللي غادي يكون ريلي هيوج باوشن دريك والباسيف نتاعو دامج والكونكرر اللي غادي يهلي بزاف نستت باقي بيهايند، نشوفوا فانتوم دانسر ريلي سون على هاد غارين من مورا يقدر ياخذ ما عرفتش صراحه الكنت الجيم يبغى ياخذ باس بريج فيزيتش ميبي، عندنا الزاك غادي يزيد الطونكا زاك ميبي غادي ياخذ وارموغ، عندنا ايكولا ياخذ ليتش بين، ومن جهه اخرى عندنا ايزر اللي كمل تو ايتمز نتاعو من ميون ايس بورن جونتليت، سيت اللي غادي ياخذ بيد اوف ذا روند كينج بلاك كليفر فولي بير اللي يقدر ياخذ هنا جلوري يعني باش ياخذ بوست سبيد يعمل سلو يعاود يعاونوا في الانجيجز، ليساندرا تقدر تكمل تو ايتمز يا اما لون ايكو ولا هيك ستيك يعني تعمل سلو، تقدر من بعد مورا تاخذ لايندري يعني البلو تيم عندها بيك تانكس زاك وغارن ازريل، انا من بعد يقدر ياخذ هو لايندريز وركس ريلي ولا ازريل يقدر ياخذ بيد دور كينج، يعني كاين بزاف ديال الايتمز اللي بوسيبل من الجهتين باش يحاولوا كلوز الجيم، ولكن هاد ساكت كيبان لنا ان الجيم غدا من جهه الفريق الازرق يعني عنده سول بوش، هنا نشوفوا فايت ستوب لين انجيج من طرف هاد الزاك هذا ونكوب على ديساندر اللي فاضيه سبعه مع الكارن، ولكن نسي نيفولي بيرو يتقدم عليه ناتشيلي سوتشيلي في توب لين والتيميت من طرف لولو يتقدم على نوتيليوس بيك بيرز دمج من طرف ديساندر ويسوي هنا دمج مرتفع ولكن يتقدم معكم الميد لين وياخذ لكن ساك مازال يبغي اكثر يتقدم على الباك لاين والتيميت من طرف الكارن ربما هنا ديما سانشيز فولي بير ستان تحت التورت ذا كارن يسوي تانكي على التورت هنا ايكو يتقدم في الباك لاين عنده التيميت يسوي التيميت ولكن التورت تقوم بدمج مرتفع جدا ولكن يتقدم هنا السات يحاول كانسل الداج لساندرا ديال تريستانا عايز اقول لساندرا فضيه صعبه موف سبيد من طرف لولو هل سنرى كيل كمان ام لا هناك كارن وكان لولو وكان زاك وهناك فولي بير وست فقط من طرف الفريق الاحمر هنا ما فايت ورا فايت في هذه المباراه مازال ادفانتج لتوكي جولد من طرف الفريق الازرق ولكن يا سلام على تيم فايتات يا كليف في تيم فايتات صراحه جميله يعني من طرف الفريق الازرق اللي ياخذ مور ادفانتج وياخذ مور جولد الفريق الاحمر عندنا 4-0 فولي بير وجوج واحد ايزر صراحه فولي بير دوين ريلي جود جيم ما نتفقش معاه في الايتمايزيشن يعني ديد مان سبيس ما تعاونوش بزاف ضد الفريق الفريق الازرق كان ممكن يمشي شي حاجه بحال غارغو ستون بليت كان ممكن ياخذ جلوريز كان ممكن بزاف الايتيمز بس ديد مانز بليت يكونوا احسن ولكن هو كان هذا هو الاختيار نتاعو زاك لي موست بروبلي غادي ياخذ وارموغ هنا غارين تو ايتيمز ريلي هيوج غارين هنا اللي يقدر يدير بيك بريشر في سايد لين هنا ونشوفوا غارين يمشي بسايد ايكو هنا يحل ميدي يعمل كاتش على ادريل ازريل اللي عنده الباور سباك نتاعو مورا مانا ايسبورن جونتليت عنده ايونيون سي دي ايوني سيدي بوتس ودريك اللي غيسبون من هنا 50 ثانيه يعني نشوف واش اللوتين يقدروا يعملوا سكيور للسول ولا غادي نشوفوا دريك الاول اللي صالح الفريق الاحمر في هذه الفايت هذا يعني قرنتي توب لينرز هنا سيت بيهايند ب 40 سي اس عنده يلا 1 ايتم اند هالف غارين عنده جوج ايتمز ريلي سترونغ 1 ليفل ديفرنس لصالح غارين يكون صعب جدا انه يعملوا فايت في سولو لين وغنشوفوا واش بشي معجزه قدروا الفريق الاحمر يلعبوا هذا التيم هذا باش يدينايو السول الفريق الازرق هو صراحة نتكلموا على سات شي شوي يعني سات في 6 كيلات الفريق نتاعو عنده 0% كيل بارتيسيبيشن 0% ما سوى اي اسيست اي كيل في هذه المباراة هو بيهايند حاليا 40 سي اس وراء الكارن اللي يقوم بمباراة ممتازة 6 كيلات 2 اسيست يعني كارن صراحة يسوي هنا بريشر كبيرة في الخريطة بريشر كبيرة في التيم فايت وعنده ديماسن جيتسيس والدماج لازم خاصة هنا نشوف انه التنين سيظهر وربما نشوف التيم فايت هنا فولي بير يسوي دبليو لي تشيك لبش ويسيرانا والفريق كاب باكمله ويسوي طرب هناك يعني
كنا فيش تشيك من هذا الفريق يتقدم هنايا وانجاج ربما نشوفوا له كان هي يتقدم ايكو لكن ستان لان يا مو السنه اللي سوء الحظ تريستانا من الجهه اليسرى هي واللولو نتاعها هنا صراحه نشوف ان ربما التيم فايت يظهر ربما التيم فايت سينطلق مباشره في هذا التنين بيت غنشوفوا على المقاريب تنين اللي لم يبدا حاليا من اي فريق نشوف ربما الفريق الاحمر الكومباك نتاعو بهذا التنين اذا استطاع اخذه ام لا تويكي جول ادفانتج للفريق الازرق هل سيكون تيم فايت تكليف هذا هو السؤال نزاك ساك هنا صراحه غادي يكون ام بي في هذا الفايت اللي يقدر يعمل سي سي على شخصا ولا اكثر في التيم فايت هذا صراحه قبيله فاش كانوا في التشوك بوينت كان يمكن يعمل بي بيك انجيج زاك ويعمل ستان يعمل نوك اب ونشوفوا السات اللي عمل شويه ديال ابس ترينين ونشوفوا فوليبير اللي ياخذ الفيجن في الدريك بيت هنا البوت تيمز اللي صراحه لاعبين باسيف ما بغاوش يعطيو ادفانتج لاد تيم والاحترام ونشوفوا بزاك زاك سينك شوت ميبي اي يسوي انجيج على الباك لاين وتقدم عليه التيم فايت يبدا مباشره هو من طرف روتيليوس وسوبريكس من طرف ساتي السلام على الدماج من طرف ازريل من الجهه اليسرى وهنا ايكو ياخذ الكيل الاول هناك بيج بيرست اوف دامجز على ديساندرا 1 اتش بي وزاكين تاخذ الكيل 2 فور 2 سو فار وتقدم عليه ساتي يحاول انه يسوي تمبوريزيشن بدبليو نتاعو الباسيف نتاع لسا يا سلام ثري روتو اتاك روتو اتاك كيو ورا كيو والباسيف نتاع زاك سيتم تسويته وها هو الكومباك للفريق الاحمر تريبل كيل ازريل ونشوف ربما التنين الاول لهم في هذه المباراه جي جي ويل بلايد ليه جي جي ويل بلايد لادم بيتي اللي يسوي يعني تيم فايت ممتاز وخاصه ست اللي تكلمنا عليه يعني شيئا قليل قبل تيم فايت كان ليس له اي امباكت على هذه المباراه ولكن الان اربع اسيست ويسوي هنايا تمبوريزيشن كبيره في الباك لاين مع السوبلكس نتاعو مع التريب او الفورمان ستان اللي سوى بالاي يعني جي جي والبيت صراحه مازال الكل يمكن يقع في هذه المباراه 2 كي جولد فقط فرق ما بين الفريقين 3 تنانين لواحد و3 بروج لصفر نشوف ربما ريبلي اخي كليف نشوفوا الريبلاي صراحه سيت وفوليبير اللي داروا بيك تيم فايت هنا شفنا شو ستوبر قلت انت عند سيت وبيك اي وبيك انجاج فوليبير شوف دامج شوف الاي او اي شوف ليساندرا دامج شوف الباسيف نتاع ليساندرا اللي يعمل هنايا بزاف ديال الورك انا كنت في ظني ان فريق ازرق هو اللي يربح تيم فايت وكيشوف دامج الازري شوف تمبر بوزيشن عند سيت شوف ازري دامج بيك دامج عند ازري هنايا زاك اللي غادي يموت الازري والفريق الاحمر اللي رجع في الجيم كنا نتسناو صراحه لكن هنايا تيم فايت بدا مباشره هنايا ووك من طرف نوتيوس من الجهه اليمنى على هذا الايكو اللي يسوي التيم مباشرة خوفا من الفريق الاحمر كل داون كل داون كل صراحه فوليبير ريلي لو كان ممكن نشوفوا برا اتمت ولكن هنايا ساير الاي سبورتس اللي ما يبغيوش يعملوا 50 50 ميد يعملوا بوش قلبوا ميد على ازريل نايس تراي من اللاعب ايكو هنايا كاين بارون ريدي كما قلنا سول دينايد من طرف الفريق الازرق فلاشين فلاش اوت من طرف ليساندرا من طرف الايكو هنايا ليس هناك اوتيميت من طرف ايكو صراحه كان يمكن يكون كاتش هنايا على الميد لينر لفريق سايرن هنا صراحه انا اظن انه اذا لم يتم فوكس كبير على هذا الازرل ستكون الامر صعب جدا الامور صعبه جدا لفريق سايرن لانه هناك فرونت لاين ممتازه امام هذا الازرل هناك دمج مرتفع من طرفه بالكيوز بالاوتو اتاكس هو عنده يعني تو ايتمز كومبليتد والان نشوف انه ياخذ الياندري عنده يعني جريفيس وند انتي هيل وربما نشوف هنا هو في التوب لين لا هناك ويف لن يستطيع نوتيليوس ان يسوي هذا الهوك تجي والبيت صراحه لهذا الازرل اللي يقوم بعمل ممتاز هذه المباراه تشوف الفرق في السي اس البوتلين يا كليف الفرق في السي اس في الفرق ياس هنا كنشوف ازري اللي غادي يمشي لاين دري تورمنت كما قلت انا صراحه عنده ضد تو اتش بي ستاكرز زعما غارين وزاك انا الاوكيوت نوتيوس ما يقاش هنا فريق ازرق صاير الاي سبورتس اللي حاول ياخذ هذا البار ناشر ميبي اللي يكون هو الادفنتشر ديال تعطى لهم باش يساليو هذا الجيم وغارين مين وايل في البوت لين ياخذ تير 2 تاور ويعمل بزاف وبزاف البريشر وغنشوفوا دابل فيج ايتم من طرف غارين ترينيتي فورس وبلاك ليفر ربما نعم نشوف انه كان يختار انه ياخذ دبل فيج ايتم هو سوى ريسيت واخذ البلاك ليفر اخذ التري فورس اخذ الاتاك سبيد الفانتوم دانسر يعني صراحه هو اختيار ممكن النقاش عليه هو صراحه لا يكون هناك ستاك في الباسيف للبلاك ليفر على الايتم باثنان ولكن هناك الاتش بي هناك الدامج هناك الكول داون من طرف البلاك ليفر اذا غنشوف واش غارين يقدر يسويها انا صراحه هو المفيد في الفريق نتاعو 6 كيلات واربع اسيست 100 سي اس امام 150 فقط هناك ادفانتج كبير بالنسبه للتوب لينر للفريق سايرن ولكن من الجهات الاخرى فريق اي دون نو عنده ازريل وحش عنده ازريل 5 كيلات 1 ديت و4 اسيس 3 ايتمز حاليا وفرق في السي اس كبير 60 سي اس ادفانتج من طرف هذا الازريل هو الوينينغ كونديشن انا اقول مع الفوليبير فوليبير فرونت لاين نوتيليس فرونت لاين سيت فرونت لاين وازريل دي بي اتش الباك لاين اذ لم يستطع ايكو
يساوي شوت على هذا الازر، اذ لم تستطع تريستانا ان تساوي اسكيب من هذه الفرونت لاين، اذ لم يستطع جارين ان يصل الى هذا الازر، فسيكون الامر صعب جدا على فريق سايرن للفوز بهذه المباراه، مهما انهم اخذوا 4-0 و3-2 فقط. صراحه صحيح ان هنا يا ازريل ريلي بيك ثلاث ايتمز هنا، وغادي في الايتم الرابع نتاع عنده اونتي هيلين هنا للجارين داك تريستانا مع اللولو نتاع اللولو اللي كملات ارض السنسر تريستانا اللي عنده انفينيتي ادج بستوم ريزر، ونشوف الفايت نتاع بالوناش هو اللي غيكون الحاسم في هذه المباراه هذه، وايكون يحاول يعمل بوش الدامج نتاع ازريل هنايا از ريلي نشوفوا تريستانا ولولو باش يعملوا كلير فيجن حدا بالوناش، كين جارين اللي استنى الفريسه ديالو في البرش في البوت لين، انا ايكون ياخذ البلو باف والساد انا يحاول يعاون التيم ديالو كما يقدر حيت ما يقدرش على الاطلاق انه يدير 1 في 1 مع جارين اللي عنده، وانا نبي نشوفوا فايت ست هوك داش اوت من طرف ست احتراما لهذا الهوك من طرف نوتيلوس جيو بيدلي صراحه، اذ تم مس هذاك تسويه هذاك الهوك من طرف نوتيلوس سيكون كيل بدون شك على هذا الايكو، لان كانوا ثلاث اشخاص هنا يتقدموا لفريق الاحمر على هذا الثلاث في الميدان تاع سقوط التلال، هنا ايكو فضيه صعبه 1 في 4 مورا الهوك نتاع نوتيلوس التيميت يسوي دمج مرتفع، ولكن لن يستطيع هناك التيميت ضرب لولو، ولكن بي اي جي توبياس ياخذ الكيل مره اخرى 6 كيلات على هذا الازريل، وهو الازريلي يطيحوا هنا مشكله، ها هو الازريلي يعني يسوي دمج مرتفع وبيكس ورا بيكس هنا في البوتلين، مازال جارين يسوي بوش مازال يسوي بريشر، ولكن في جهه اخرى زاك ربما نشوفوا كاتش على زاك مع تريستانا 2v4 هناك هي دايف من طرف رينجو على هذه الساندر، ساندر تسوي التيميت مباشره تمبوريزيشن، وناشور يبتدئ من طرف الفريق الاحمر، هل سنرى اي دون نو بهذا النشر ام لا، سنرى عن مقالي هوك من طرف نوتيلوس يا سلام، ولكن ده شرف تريستانا يسوء الحظ ان يكون هناك هوك، زاك ربما انجيج من الجهه اليسرى لن يستطيع، وغادي نشوف ديزنجيج من طرف الفريق اي دون نو على هذا البارد دريك محيط عشان اللي يعمل سبون، نشوفوا الريد تيم اللي يحاولوا انهم يعملوا ديناي السول بوينت وان مور تايم للفريق سايرن اي سبورتس، ايكو اللي يلاه عمل ريسبون تاعو انجيج انستنت على هذا دريك، هذا نشوفوا واش زاك يقدر يسوي سمايت، واش نشوفوا ستيل مان زاك، واش نشوفوا سول اللي يمشي للفريق اي سبورتس، ولا غنشوفوا فريق اي دون نو اللي ياخذ دريك نتاعو الثاني في هذا الجيم هذه هو السكند نتاعو مش انجيج انجيج هنا تيم فايت يبدا مباشره 3 في 3، ولكن تريستانا من جهه اخرى تاخذ الثلاث، هنا يتقدم تريستانا في الباك لاين لساندرا دبل ستان مباشره زاك في وضعيه صعبه ربما، هنا فلاش اوت من طرف ليلي ولكن هوك من طرف نوتيلوس ربما الفريق اي دون نو يربح هذه التيم فايت امام السايرن، والشت داون ياخذ هنا نوتيلوس مباشره التيميت من طرف ايكو للرجوع للهروب، هنا ربما الفريق الاحمر التنين الثاني في المباراه، زاك سوبر لو زاك ليس له سمايت كمان، ولكن جارين يتقدم من الجهه اليسرى ويتقدم مباشره على نوتيلوس، ولكن شاد من طرف ايزريل انجيج من طرف زاك وليستاندر تقدم تساعد العزيز نتاعه التيميت والبيك كيلز هنا دبل كيل من طرف ايزريل، هنا كيو ورا كيو تو اتاك ورا تو اتاك وربما هنا تريبل كيل من طرف ايزريل، يا سلام اللاعب توبياس يسوي هنا دمج مرتفع، هو وحش بهذا الايزريل نتاعو، هو الوينينغ كونديشن بهذا الايزريل نتاعو، وهو اللي يفوز هنا بهذا التيم فايت بهذا الايزريل نتاعو، واثنين ثاني للمحيطات يذهب الى الفريق الاحمر فريق اي دون نو يا اخي كليف. جميل جميل صراحه فريق احمر كما فهمش الفريق الازرق علاش حاولوا انهم يعملوا كونتيست لدريك، وكان تريستانا تعمل سبيد بوش في توب لين ضد سيت، كان صراحه هو كول جد خطأ انك تعمل تيم فايت 4 في 4 بلا الاي دي كاري نتاعك، يعني هنايا شنو طرا ازريل وياخذ تريبيكي وياخذ دور اوشن دريك ثاني نتاعو، ونشوفوا هنا انجيج انستنت على البارناش، كاين تريستانا كاين لولو كاين سول، غادي يجي زاكو جارين جاري عنده تيليبورت 2 سكندز اوف سبورت، نشوفوا هنايا بارناش ولا غادي نشوفوا هنايا بارناش اللي غيمشي للبلو تيم جارين تيليبورت ناشور ميد لايف ناشور وان كوارتر لايف، نشوف ربما انجيج من طرف جارين تقدم بوسط تيم فايت تبدا اولتي من طرف لولو والنوبي زير ياخذ كيل على نوتيلوس فلاش من طرف ازريل، وهنا بلو تيم تاخذ ناشور ستيل تيم من طرف تريستانا وجارين يتقدم تريستانا دبل كيل وبزائد ناشور، يا سلام هنا صراحه هذا هو المشكل في الفريق الاحمر، ليس لهم دي بي اس كافي اللي سوى هذا ناشور بطريقه سريعه جدا، عندهم ازريل ليس اي دي سي يعني ياخذ دمج من الاوتو اتاكس كافين كايسام ربما، فهنا يعني يسوى ناشور بطريقه بطيئه جدا، تقدم جارين تقدم لولو انجيج من طرف زاك في الميدان على ليساندر، ليساندر تسوي زونيا لتوبرزيشن ليس لها التيميت وستموت، والايكو ياخذ مباشره في الميدان كومباك ربما من طرف فريق سايرن يتقدم على هذه تريت ترامب رقم ثلاثه في الميدان، هل سيكون اكثر ام لا يا اخي؟ نقدروا نشوفوا لاست بوش هنا لساندرا 40 ثانيه في الديد تايم، نقدروا نشوفوا التيم يمشوا توب لين يمشوا بوت لين ياخذوا تري انهبيترز يكون فايت وميبي كاع يقدروا يسووا الفينش، هنا كان بيك ترو من طرف الفريق الاحمر هنا اللي يعطي بار الناس الفريق الازرق، انا نشوفوا من طرف نوتيلوس هنا التيمات من طرف فولي بيرو تسوى دمج كبير سوبلات على الزاك
مباراة ثانية من طرف نوريت على الباك لاين هي إزرائيل يحاول يسوي دمج ولكن شات داون ديما سنجوزي من طرف كارين وليس هناك إزرائيل ليس هناك دمج ليس هناك اي دي سي من طرف فريق اي دونت نو و اي دونت نو هاو ذي كان وين ذيس جيم سوف يتم تسوية تيرت نمبر 1 تيرت نمبر 2 للنكسس من فريق الأزرق فريق سايرن وربما نشوف هنا نهاية مباراة إنها النهاية جي جي والبلاد سايرن الذين يفوزوا بهذه المباراة مباشرة في هذا الميدان نهاية المباراة صراحة كانت مباراة شيقة وحتى الأخر صراحة أنه الفريق الأحمر يعمل بيج بيج ترو في البارن 10 ويعطي البارن نتاع الوين للفريق الأزرق وتنتهي هذا الجيم لصالح فريق سايرن إي سبورت ليأخذ الوين. شكرا لتتبعكم ونبغي أنا وريزو نقول لكم عيد مبارك سعيد كل عام وأنتم بخير ونعود نعم. لاستوديو التحليل. نعم شكرا يا قليف تبارك الله عليكم يا شباب مبارك العواشر ونتلاقوا في الكاست الجاي إن شاء الله. جو البلايد لك كلمة يا أحمد. اهلا وسهلا مرحبا بكم مره تانية يا جماعه الخير منورين الدنيا. كان ماتش غريب شويتين ثلاثه الشباب قاعدين مستغربين ايه اللي بيحصل ايه اللي بيجرى ماتش غريب بصراحه. انا شفت قله خبره كتيره قوي كبيره قوي من الفرقتين يعني شفنا دخله غريبه قوي من رين اي سبورتس على الحته بتاعه الدراجون دي لو فاكرين يا شباب وماتوا موته غريبه جدا. البارون كملوه فريق اي دي كي بشكل غريب قوي هم عارفين ان ما عندهمش دامج وشايفهم هم الاثنين عمالين يضربوا زيرو دامج ما فيش دامج خالص بيتعمل وبعد كده تخش تريستانا اوت اوف نو وير تجيب الكل وتسرق البارون. وات از جوينج اون مان يعني بصراحه بصراحه بلاتينم انا بلاتينم والله دي بلاتينم جيم دي تيبيكال بلاتينم جيم. كان ماتش حلو جدا 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 في اكشن كتير قوي بس مش حلو بالطريقة اللي احنا عايزينها ما بيني وما بينكم هو فن مش حلو. مورو سمعني كده رأيك في الماتش الثالث والأخير عندنا في الليج البحرين. اوكي الجيم كان بداية موفقة عموما لفولي بير كان عنده امباكت اكتر من زاك في الارلي جيم. احنا قلنا ان فولي هيكون يعني اللي عنده تأثير اكبر في الارلي جيم من زاك وكان فعلا كان جايب كيل واسيست بينما زاك ما فيش غير اسيست واحدة. الفايت ديت على الدراجن كانت مشكلة كبيرة جدا عشان كلهم كانوا له الزاك باسف اتحرق بدري ولكن السمايت ديت هي اللي انقذته. الدراجن ده كان المفروض يروح لصالح اي دي كي 100% في رأيي. دي غلطة من بولي بير ان هو هاف وتلعب بره الفايت مع ان الدبليو هيلينج بتاعه قوي جدا كان المفروض يفضل في الفايت ويعمل هيلينج اب من الدراجن ولكن ما يمنعش بكده ان حصل كامب غريب وسنوبول غريب في التوب لين لصالح جارن. جارن يعني مسك توب لين كده مسك سات وطرده من الجيم تماما. سات ما كانش عنده اي امباكت ووصلنا مرحلة ان جارن كان 5-0 ومحدش عارف يوقفه كان عمال بيسليب تستخدم الالتيميت عشان توقف الويفة ما تعمل ان هي تعملها دايف. كان الوضع صعب جدا ولكن سايرن اي سبورتس عملوا غلطة وغلطة مهمة جدا ان عملوا فايت الخمسة كانوا ستاكت والساندرا دخلت عملت الاي بتاعتها والسنير وقفتهم كلهم جوه الالتيميت بتاعها والباسيف بتاعها عمل شغل وده كان بدايه يعني الكومباك زي ما بنقول كده الاي دي كي. وسايرن اي سبورتس وقعوا في الفخ اكثر من مره ان هم عملوا فايتس مالهاش لازمه فايتس غريبه. كان جارن كان المفروض يفضل يسبيب بوش طول الوقت تريستانا كان المفروض تسبيب بوش هي كمان ما كانش المفروض يعملوا جروب. والصراحه زاك كان يعني برضو علامات علامات الاستفهام احنا ما شفناش انجيج قوي منه ما شفناش الالتيميت منه اللي خلى اي دي كي مش عارفين يقفوا مع بعض. بس هو ده اللي فات بيتكلم عن الكوف لساندرا كلنا في لساندرا الالتيميت ما عدا تريستانا ولساندرا باسيف انه ما تطلع من زونياز هنا هيقتل اكو هيجي لها باسيف تاني هتقتل بيزاك وصغيرا ما كانوش ملاحظين خالص ان هم واقفين كره دوت فوق الباسيف الباسيف بتاع لساندرا وده اللي قلب الفايت. اي دي كي كان خلاص من اول نقطه ديت كان المفروض يكسبوا الجيم ولكن زي ما انت قلت البارن ثرو اللي في الاخر هو اللي ودى كل حاجه مره اخرى لسايرن اي سبورتس. ف اي دي ماشين حلو والازر الصراحه من رايي اميزنج اميزنج بيرفورمانس. ازر لعب حلو جدا حتى البيلد بتاعته ناس تسالت في الشات ليه جايب لياندري ستورمنت. لياندري ستورمنت بتجيب على ازر دلوقتي بالذات لو هو ضد التانكس عندها هيلينج قوي عشان لياندري انت ضد التانكس هتقف في الكومبات كتير جدا فهتعرف تعمل لها ستاكينج عالي. وازر طبعا عنده سكيلينج على الاي بي قوي جدا بسبب الدبليو بتاعته والاي والالتيميت فبالتالي لياندري ستورمنت بقت تجيب اكتر ضد التانكس بدل بليد اوف ذا روين كينج. واحنا شفنا النتيجه ازريل كان صعب جدا يوقفوه صار الاي سبورتس ما كانوش عارفين يتعاملوا معاه ولكن في الاول في الاخر ازريل هيهرب ازاي سكيل شوتس يا مورو يعني ازريل تنفع معاه الايتم دي جدا انه بيضرب سكيل شوتس معظم دامج بيعمل سكيل شوتس بتاعته. فعلا فعلا يا مورو كان ماتش حلو جدا جدا جدا. قول لي كده يا سموث سريعا
رأيك إيه في المباراة؟ إيه اللي حصل؟ أنا شايف الفرقتين كانوا بيحاولوا جاهدين إن هم يكسبوا، ولكن في أخطاء كتير جدا. يعني ماشي أوكي، جارين كان عامل شغل حلو قوي في عند ساريان إي سبورتس في التوب لين، وكان مخرج ست تماما out of the game. إزرل كأيدي كاري كان يعتبر مخرج تنا out of the game، ومع هذا تريستانا سرقت البارون. يعني أوكي مورو أنا معاك اللي هو مش قوي، مش مخرجة قوي، ولكن يعتبر الامباكت بتاعه كان أقوى، كان أقوى كان أقوى بكتير إزرل من تريستانا. سموس قول لي ليه الجيم اتخطف بالمنظر ده؟ يعني فريق إيدي كي كان في طريق مفتوح للفوز، يعني رغم الإيرلي جيم التعيس السيت، رغم ممكن مظهريا التيم فايتنج بوتنشل بتاع فريق سايرن يكون اقوى، ولكن فريق اي دي كي قاموا بالواجب، خاصه فوليبر في الايرلي جيم قام بالايرلي جانكس في البوت، يعني قتلوا لولو. ممكن انتظرنا اكثر دايفز، اكثر يعني اجريسيف بلايز من جهه البوت، ولكن رغم هذا ازريل كان متقدم. ليساندرا وازريل كان يلعبوا في التيم فايتنج بطريقه جميله، يعني البوزيشن والتمركز نتاعهم في التيم فايت كان عالي جدا. شفنا الفايت الموجوده حوالي دريك، شفنا الاي وي دامج نتاع ليساندرا، وفي نفس الوقت فريق سارين سبورتس كان عندهم انجيجز كويشنبل، يعني كان في مشاكل نتاع كوميونيكيشن بين زاك وغارن وكذلك ايكو. ففريق اي دي كي يعني كان فائز بالمباراه الى ان جاء وقت البارن، يعني بداوا البارن في وقت متاخر وزي جريد تحاول انهم ينهيوا البارن رغم وجود غارن وكمان هم عارفين ما عندهمش دامج كفايه، يب، وما فيش دامج وفولي بيرجع متاخر للبارن. فكويشنبل كول، يعني ممكن تعملوا ديزنجيج وممكن تربح فايت اخرى، لانه ازريل متقدم جدا على تريستانا والاوتبوت دامج عالي جدا، خاصه شفنا البيلد وكما حل المورو، يعني الليندريز مهمه جدا. ف سو كويشنبل، لماذا؟ يعني ممكن تعمل تيم فايت اخرى تربحها وتعاود البارن مره اخرى. ف اخطاء كبيره، اخطاء كبيره جدا بصراحه يا سموس، انت عندك حق تماما، انت ومورو بصراحه اخطاء كبيره في تورنمنت كبيره ما ينفعش تعمل. يعني اوكي انت البارن مهم جدا، عندك اوبشن صغير ان انت تاخده، الديسيجن الصح فين؟ ان انت شايف بقالك حوالي 20 ثانيه بتضرب في البارن ونزلت منه وان بار بس تكمل معاك دامج، طب والفريق اللي جاي من ظهرك؟ اسئله كتير جدا بصراحه، ولكن في الاول او في الاخير عندنا فائز واحد فقط وهو سيرين اي سبورتس. خلينا نشوف الريزلتس بتاعت النهارده والثلاث ماتشات اللي اتلعبوا عندنا النهارده. يعني كان ثلاث ماتشات حلوين جدا، كانت ماتشات رايحه جايه بشكل كبير، وهو ده اللي احنا بنحب نتفرج عليه، وهو ده اللي بنحب نشوفه. عندنا اول ماتش في الدوري الاردني، فليمرز جيمينج قدروا يخطفوا الوين على بلاتينم اي سبورتس في جيم كان حلو جدا 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 واستمتعنا بكل تفاصيله. والجيم الثاني عندنا في الدوري التونسي، بلاك نايت اوف بيزرتين قدروا يكسبوا سمبليسيتي جيمينج بصدمه لسموس. انا متخيل ان سموس ما كانش متخيل ابدا ان دي النتيجه اللي ممكن تحصل، وكان بيشجع طبعا سمبليسيتي جيمينج، او كان متوقع ان سمبليسيتي جيمينج هي اللي تخطف الجيم. والجيم الثالث والاخير عندنا في الدوري البحريني في ماتش برضو قريب جدا جدا، سيريني سبورت يقدروا يخطفوا الماتش ويكسبوا ضد اي دونت نو. اخطاء كانت كتيره شويتين ثلاثه، ولكن في الاول او في الاخير عندنا فائز في اخر اليوم. ثلاث ماتشات ولا اروع، ثلاث ماتشات ولا احلى، ولكن خلينا على طول نشوف الماتشات بتاعه الاسبوع القادم ان شاء الله يا شباب. يوم الاثنين اللي جاي انجن عمان وتيم دبليو كي، و ده 8 مساء بتوقيت الامارات، الساعه 9 مساء بتوقيت الامارات، اوفر مايند ضد تانجون اي سبورتس، تاج تايجن اي سبورتس، يا رب اكون يعني بنطق بس الاسماء بالشكل تايجنز، تمام، تايجن اي سبورتس في الالجيريان ليج. وانا متحمس بصراحه، متحمس اشوف الماتش ده بالذات، هيكون فيه كلام كتير جدا 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 على فكره. والماتش الاخير عندنا الساعه 10 مساء يوم الاثنين، ذا مون لايت 6 فيرسز ذا بلاك لوتس في المروكن ليج، ماتش برضو قوي جدا اليوم ده، هيبقى عندنا مهم جدا يا شباب. يوم الثلاث عندنا برضو ماتشات قويه ما بين فريق جالاكسي ريسر اي سبورتس وفريق لوست في الدوري الاماراتي، والساعه 9 مساء بتوقيت الامارات. مش هقول لك ماتش اوف ذا يير، مش هقول لك ماتش اوف ذا سنتشري، مش هقول لك ماتش اوف ذا ايرث، نوك اوت اي سبورتس ضد اي جي زد اي سبورتس في الدوري السعودي. اي جي زد اي سبورتس
فريق الاول على السعوديه ونوك اوت سبورتس يعتبر الفريق الثاني. اي جي زد سبورتس قدرت تكسب بطوله نكسس وده يعتبر ايرلي فاينل. والماتش الثالث والاخير عندنا يوم الثلاث الساعه 10 مساء بتوقيت الامارات ايرونيك كيو وكيو لاش ايجيبت برضو ماتش قوي جدا جدا جدا. وزي ما بنوع شباب كل ما بنتقدم في التورنمنت كل ما جوده الماتشات بتبقى افضل بكتير لان اللعيبه والفرق الاقوى هم اللي بيقدروا يكملوا ويقدروا يوصلوا اكتر لمراحل متقدمه اكتر كل ما التورنمنت تبتدي تصعب. ده غير ان احنا في حاجه مهمه جدا عايزين نفتكرها كل ده يا شباب احنا في البطولات الاقليميه في ال 13 بطوله اقليميه لل 13 دوله. تخيلوا اللي هيطلع من كل دوله وهيمثل بلده وهيلعب قصاد البطل من كل الدول الثانيه ضرب نار حرفيا متعه ما فيش قبلها ولا بعدها. ولكن يا جماعه الخير لغايه هنا نكون وصلنا لنهايه الشو بتاعنا النهارده. يا رب تكونوا استمتعتوا يا رب تكونوا انبسطتوا. ولكن قبل ما تروحوا في اي حته بفكركم ان في بروموشنز حلوه جدا على اللابتوبس الرائعه من ليجن باي لينوفو خصوصا Y740 لابتوب كويس جدا للجيمنج. اكتب دلوقتي في الشات علامه التعجب برومو او انزل للينكات اللي موجوده تحت في الديسكريبشن او مش اللينكات يعني في الديسكريبشن تحت عشان تروح وتشوف البروموشنز بتاعتك وتشوف اقرب متجر ليك فين وعامل عروض عاملة ازاي. غير كده يا شباب كمان الميوزك اللي انتوا سامعينها في الشو كله تقدروا ان انتوا تستخدموها وتنزلوها بشكل مجاني تماما بدون الخوف من الكوبي رايتس او حقوق النشر والطبع بان انتوا هتروحوا على الشات برضو وتكتبوا علامة التعجب وسبوتيفاي او تنزلوا اللينكات اللي موجودة في الديسكريبشن. شكرا شكرا جدا جدا لكريم ملول سموس ان انت موجود معنا النهاردة وكمان لمورو حبيبي يا مورو نورت الدنيا كلها. وطبعا شكرا لرايزو في البلاي باي بلاي وشكرا ليف في الكالر كاستنج وشكرا ليكم يا شباب للمتابعين مستنينكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ان شاء الله يوم اقوى بكتير من اي يوم تاني. السلام عليكم.